نعم. يا شيخ ما رأيكم يذهبون للمطاع اللي يقرون يسوون عزايم؟ ايش؟ يذهبون للمطاع اللي يقرون يسوون عزايم، ما يسمونه هو عزايم، آيات قرآنية، ويقول نضعها حضر المخدة أو بلة واشرب فيها ماء. أما الاستشفاء بالقرآن فإنه مشروع، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في قصة السرية الذين بعثهم ثم نزلوا على قوم ضيوفا، ولكن هؤلاء القوم لم يضيفوهم، فتنحى الصحابة ناحية، ثم قدر الله سبحانه وتعالى على سيدهم فلدغ لدغته عقرب واشتد الأمر عليه، فقالوا اذهبوا إلى هؤلاء القوم الذين نزلوا بكم اسألوهم لعل فيهم قارئا. فجاءوا إلى الصحابة فقالوا هل فيكم مراق؟ قالوا نعم. فذهب أحدهم إلى سيد القوم وقال لهم لا نرقى لكم إلا بجعل، فجعلوا لهم شيئا من الغنم، فقرأ الرجل على اللدير سورة الفاتحة فقام كأنما نشط من عقال، بلحظة قام. ثم إن الصحابة أشكل عليهم أمر الغنم التي أخذوها، فقالوا لا، يعني لا نأكلها حتى نأتي المدينة، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فأخبروه الخبر، فقال خذوا واضربوا لي معكم بسهم، ثم قال وما يدريك أنها رقية، أي الفاتحة. فالاستشفاء بالقرآن أمر مطلوب وفيه مصلحة، لكن على أي صفة يستشفي به؟ نقول يستشفي به على الصفة الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك بقراءة القارئ على المريض، يقرأ القارئ على المريض، هذا وارد. يعلق على رقبته ما فيه شيء من القرآن، فهذا أجازه بعض السلف ومنعه آخرون، فممن منعه عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وأجازه بعض أهل العلم من السلف والخلف. وأما وضعه تحت الوسادة أو تعليقه في الجدار أو ما أشبه ذلك، فهذه صفات لم ترد عن الصحابة، ولا يصح أن نعمل عملا لم يسبقنا إليه أحد من السلف. وكذلك من باب أولى ما يفعل بعض الناس، يقرأ في ماء فيه زعفران ثم يأتي بأوراق ويخطط فيها خطوطا، فقط خطوطا لا يدرى ما الذي فيها، فهذا أيضا من البدع ولا يستقيم ولا يصح. نعم.